السلام عليكم صحباتي الزوينات الفنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا دائما بصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله وتحت الطلب العديد من المتتبعات بغيتوا الجديد في الكيطمات، فهادشي علاش قلت نشاركهم معكم. وصراحه كيوصلوني لي سكرين ديال الكيطمات ديال واحد الفيديو، يعني اخر فيديو كنت حطيته لكم وكنت شاركته معكم شهر 3 او شهر 4. هادوك الموديلات ما بقاوش خرجوا، هادو يعني هادو الجديد 2020، وصراحة يلا خرجوا مازال جداد، وقلت نشاركهم معكم تاخدوا فكرة على الموديلات اللي خارجين دابا وعلى الكيطمات. يعني اللي عجبكم اي موديل من هاد الموديلات هادو اللي كنشارك معكم البنات، سيكراني والموديل اللي عجبكم وصيفطوا ليا في الواتساب في هذا الرقم 07 07 39 61 01، والاثمنه البنات اثمنه جد جد مناسبه، ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم كيف ما معودكم دائما. وبالنسبه لهاد الكيطمات هادو موديل ديال تركيا وصنع مغربي. هاد الكيطمات البنات اللي كلهم اللي كاينين في هاد الفيديو اللي شاركتهم معكم، يعني الموديل ديال تركيا وصنع مغربي. صراحة دوك الكيطمات الاولين يعني باقي لحد الان كيوصلوني بحال هكا، كيبغوهم الناس كيصيفطوهم ليا، وهادوك ما بقاوش. وهادو يلا خرجوا جداد على حساب الخريف، يعني دابا كاين ما كاين الصيف ما كاين البرد، مهم فواحد الوقيته اللي ديالهم. وهاد الشيء علاش ملي فكرت وقلت يعني كيوصلوني بزاف نشارك معكم شي حاجه اللي تكون جديده وكذلك تستافدوا منها، لان دوك الاولين بصراحه ما بقاوش، اي واحد كيبغيهم كنقول لهم ما بقاوش. وهاد واحد جداد فبغيت نشاركهم معكم. الى عجبكم اي موديل مرحبا والف مرحبا، سكراني وغير الموديل اللي عجبكم ونجيبو ليكم. بالنسبه للمتتبعات اللي ساكنين داخل مدينه الدار البيضاء، اكيد لا ليفريزون يوصل ليكم يعني الكيطمات ديالكم او اي حاجه حتى الباب ديال الدار. والمتتبعات اللي ساكنين خارج الدار البيضاء كنصيفط لجميع المدن المغربيه عبر الاماله وكذلك جميع الدول، يعني الدول اللي دابا نيت ممكن اننا نرسلوا ليهم. كاينين هاد الكيطمات هادو ديال البنيات غالي 3 بياس اللي طايلي فيهم 6 8 10 12، حتى هما موديل تركيا وصنع مغربي، حتى هما كاينين. فهادشي علاش بغيت نشاركهم معكم. مهم موديلات البنات مختلفه ومتنوعه وشي حاجه اللي زوينه. انا لما كانتش الحاجه زوينه البنات راه ما نشاركهاش معكم، اي حاجه تبغوها نبغي نجيبها لكم، نبغيكم تستافدوا ماشي غير تفرجوا وصافي، ولكن نبغي الا شفتوا شي حاجه مثلا تبغوها نجيبها لكم. بالنسبه لي طاي كيبداو تقريبا من ام ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال، كاين بعض موديلات فيهم حتى ل 4 اكس ال، وكاين بعض موديلات كيبداو من ال، يعني كيكون اصغر طاي فيهم هو ال في هاد السورفيتات. الشكل ديالهم كيبان زوين زعما صراحه، والموديل جديد. وغادي نزيد ان شاء الله وغادي نحاول انني نزيد نشارك معكم كيطمات اخرين باشكال مختلفه ومتنوعه باش تاخذوا فكره. واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. كاينين حتى هاد الكيطمات هادو ديال الرجال، حتى هما خارجين دابا كيف كتلاحظوا، يعني ماشي الصيف. بقي شاركت معكم البنات، ما كنبغيش نشارك معكم اي حاجه، يعني كنبغي نشارك معكم شي حاجه اللي تكون جديده وتستافدوا منها، حتى نتوما اللي تفرجتوا وداكشي تستافدوا منها. ان شاء الله غادي نزيد نشارك معكم اكثر واكثر. كنتمنى الا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه تشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد. وكنتمنى تزيدوا تبارطاجيو القناه ديالنا اكثر واكثر وتزيد العائله تكبر وتزيدوا تشجعوني. نبقى دائما يعني اي حاجه تكون جديده وزوينه وغتستافدوا منها نشاركها معكم، لان صراحه انا البنات مشاهده في القناه ويعني واللايكات ديالكم وبتعليقاتكم الرائعه والله العظيم الا كتزيدوا كتحمسوني نبقى نشارك معكم الجديد في اي حاجه، يعني في اي حاجه البنات غادي اي حاجه تبغوها او تخطر لكم على البال غادي تلقاوها ان شاء الله في هذه القناه. وفرجه ممتعه البنات، ودائما كيف العاده ما سخيتش بكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وكملوا الفيديو البنات فيه يعني فيه اشكال مختلفه ومتنوعه. وخليت لكم الراحه والهنا، وبسلام عليكم.